عقد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماعا أمنيا، وذلك لمتابعة توجيهات الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الظروف الراهنة، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط من ممثلي الأجهزة والمسؤولين في المحافظة. في مستهل الاجتماع تابع سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة خطة المحافظة الجنوبية في تخفيف كثافة العمال في مناطق سكنهم وإمكانية الاستفادة من المنشآت التعليمية والاجتماعية التي تقع في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية. كما تابع سموه إجراءات الدفاع المدني في تعقيم المنشآت، مشيرا سموه إلى أهمية دور تعزيز الرقابة الأمنية في مختلف مناطق المحافظة، موجها سموه متابعة إجراءات التوعية والاحترازات الوقائية في مختلف المنشآت والمرافق العامة والتي تقع ضمن نطاق المحافظة. كما أشار سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية إلى دور رجال الأمن في تأمين سبل السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع، مشددا على تكثيف الحملات الوقائية والدوريات الأمنية والرجال لتوعية الأهالي والمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر في مكافحة هذه الجائحة بكافة السبل الأمنية والاحترازية اللازمة.